شامم ريحة كتب وبإيدك كتاب يا أنور. شامم ريحة كتب. شو جايبلكم اليوم كتاب كتير حلو اسمه رسائل إلى ميلينا. لمين؟ لكافكا. وطبعا كافكا من الأشخاص اللي نعرفوا قديش هم هيك كئيبين بائسين وسوداويين. أصلا ما فيك تقول كافكا بدون ما تتذكر سوداوية كافكا. بيقول إنه ميلينا هي كانت أجمل شيء بحياته، والفترة اللي عرفها فيها كانت أجمل فترة بحياته. لحظة شوي. نعم. هي أجمل لحظة بحياة كافكا كانت. الصراحة إيه. يعني هي قصة يمكن حقيقية كانت ولا يمكن رواية؟ كانت جميلة وفاتنا بهذاك الوقت، وهي أكيد شكلهم مخدين الصورة بدون ما يخبروها لأنها مصدومة شوي. بس أمسكها شوي. تفضل. سمحت شوي. هذه كانت أجمل واحدة بحياة كافكا. كملي. لا لا فكرة لطيفة يعني مش بشعة. بعدين عنده ما كان في ميك اب ولا فلاتر بالضبط ما كان في فلاتر استشوار شكله كان ما في اوكي شباب جدي شوي تفضلي كنت متوقعه رح تعلقوا على هذا الموضوع والله كنت متوقعه رح اخبركم كافا كان عم يشرح قصه حبه مع ميلينا عم بيقول هي قصه من نوع اخر كانك واقف قدام مرايه مجرد من كل احاسيسك السلبيه هذا النوع هو سيف ذو حدين اول شيء بتكتشف خفايا بنفسك وبروحك ما كنت تعرفها قبل هذا الشخص اللي دخل حياتك ثاني شيء الشيء السلبي يمكن انك بتكون مجرد قدام كل عيوبك بتشوف كل عيوبك قدامك مثل ما خبرتكم هي كانت وصفها بانها هي احلى شيء بحياته الحلو بكافكا انه كان يكتب لها كل تفاصيل يومه أدق التفاصيل هلأ الرسائل كلها هي عبارة عن رسائل كافكا بس رسائل ميلينا ما كانت موجودة فقدت لهيك ممكن مرات تحسوا في فجوة بين الرسالة والرسالة بسبب عدم وجود الرد لكن قادرين نكتشف يمكن شخصية ميلينا والأحداث اللي صارت مع ميلينا من خلال رده هو على رسائلها واستفساراته يمكن عن بعض النقاط بحياتها عام 1919 التقى كافكا بميلينا طبعا هي كانت كاتبة مثقفة جدا ومتزوجة التقى فيها بكافيه ثقافي ونصحته نصيحة قالت له ليه ما تحول أعمالك من اللغة التشيكية للغة الألمانية ترجمها وفعلا هون كانت البداية كانت هي عم تقرأ أعماله هي كانت عايشة بألمانيا هي تشيكية بس راحت عاشت بألمانيا مع زوجها فكانت عم بتحاول تتعلم اللغة الألمانية كمان بنعيش هاي المرحلة وهي المغامرات من خلال الرسائل بنشوف يمكن الصعوبات اللي كانت تواجهها ميلينا المشاكل اللي كانت تعاني منها مع زوجها وطبعا بطبيعة الحال كافكا كان بيكره زوجها كتير بيكرهه وبيحترمه بنفس الوقت لأنه هو شخص محترم بس مثل ما بيقولوا يمكن نيران الغيرة ما قدر يسيطر عليها كافكا فكان يحقد شوي على هذا الشخص شو كمان رح خبركم إيه رح نلاحظ في تدرج ملحوظ برسائل كافكا بالبداية كان لأول مرة الناس يمكن بتشوف كافكا سعيد أو بتلمس هذا شعور السعادة عند كافكا أنه هو كان فرحان لذة الحب عم بعيشها بنحس بتدرج الأحداث بطريقة كافكا السوداوي كان سعيد تخيل مع ميلينا فهي نهضة هي خطوة عظيمة كانت بحياته قلت له شيء مرة وعي لقى حاله صرصور كان هيدا هو هو شخص غريب الأطوار كنت رحت على المعرض تبعه بس نزلت على تشيكي هو كتير إنسان بدي انتحري بس تخلص الكتاب طبعا بس بنفس الوقت عظيم يعني قدر يعمل أدب غريب جدا وهذا بالضبط اللي صار يعني الرسائل بينه وبين ميلينا أنتوا بنوع من أنه قادرين تتخيلوا شو نهاية الأحداث بس بنفس الوقت مو قادرين تتركوا الكتاب لأنه في أحداث غريبة عم بتصير بسبب هذا الشخص الغريب عم يكتب القصص بطريقة بتحسوا كافكا رح يخلص الرسالة وينتحر فورا رح يخلص الشيء اللي عم يكتبه وهلأ رح يقوم ينتحر كان عنده حقد على كل شيء بالحياة كان عنده كره على كل شيء ما يلاقي متعة بالتفاصيل ما يحس حاله أنه عنده دوافع لحتى يفيق تاني يوم كان إنسان فظيع بدي أخبركم عن أنه هاي القصة استمرت من 1920 ل 1923 بس ما رح لكم كيف انتهت منشان إذا حبيتوا هو مات بال 24 على فكرة مات بعد سنة من نهاية الرسائل بينه وبين ميلينا ما رح أخبركم كيف انتهت منشان إذا حبيتوا ترجعوا تقرأوا الكتاب رح أخبركم شوي عن أدب المراسلات بحد ذاته هو طبعا معروف من قرون كتير طويلة وكانوا يعتمدوا أكثر شيء بالحروب كانوا يكتبوا رسائل يعبروا فيها عن الاضطهاد والظلم اللي كانوا يعانوا فيه خصوصا كانت الرسائل أكثر شيء يتسود عليها السياسة من أوائل الرسائل اللي انعرفت رسائل غوركي وتشيخوف اللي كانوا
كانوا يتراسلوها بالسياسة. في كمان رسائل ديكارت وإليزابيث كانت بالعلوم السياسية والأبحاث. ومؤخرا أنا قرأت رسائل بين أينشتاين وفرويد، كان اسم الرسائل لماذا الحرب، كلها كانت بتصب بنفس النهر، ليش نحن عم نقتل بعضنا، ليش نحن بسبب السياسة أو بسبب الحروب عم نعمل هيك ببعض بشكل عام. يعني هذا كتاب سياسي ولا؟ لا هذا رسائل حب. لا هذا بس عبر مراسلات. أنا عم خبركم عن تاريخ أدب المراسلات. نعم. هو بدأ سياسي، بدأ علوم وثقافة وفلسفة، وبتلاقي اثنين علماء عم بيحاولوا يثبتوا وجودهم بالساحة، فبتكون بتكون رسائل عفوا فيها نوع من أنواع الحروب اللفظية كمان، لحد ما تطورت وأدباء وصلوا لنا مثل جبران خليل جبران، غسان كنفاني، الأدباء اللي نعرفت قصص حبهم وصلت لنا، وكافكا طبعا كانوا يفضلوا أنهم يتراسلوا مع المحبوبة وينشروا هاي الرسائل، مع العلم أنه كان في ناس ضد أنه أنتوا تنشروا رسائل بين بعضكم لأنه فيها نوع من أنواع يمكن تشويه الصورة خصوصية بنفس الوقت، لكن بتحسوا لا، الأديب ما عنده خصوصية، حتى أسلوبه بالرسائل أسلوب غني، أسلوب تقدر تستفيدوا منه، قوي جدا، قوي أدبيا فكريا، وحتى نقل للحضارة ونقل للتاريخ اللي كان عم بيصير بهذيك الحقبة. هو توفى صغير، عمره يمكن 31 أو 32 سنة. طبيعي أصلاً، منيح كمل لل 31 أو منيح وصل للثلاثينات. مريض، كان مريض. بس اللي بدي يعرف حياة كافكا، سوري أنا هاي شغلتك يعني ما أتدخل فيها، بس لأن أنا بعدني جاي من يعني رحت على المتحف تبعه، واللي بيشوف تاريخه عائلته كانت ضلها هربانة لأنه بسبب الأحداث اللي كانت موجودة وأصل عائلته بوقتها والحياة السوداوية اللي هو عاشها من مرض عائلته ومن مرضه لإله، بيفرجيك الرفلكت تبعون حياته كيف انعكست على الكتابات. بالإضافة كمان إيهاب أنه أبوه كان مستبد ومضطهد جدا. مزمين. لكل أفراد العائلة، وكان عنيف معهم جدا، وكان أبوه حتى بعد ما توفى أبوه كان بيسبب له ذعر لكافكا، مجرد يمكن ينذكر اسم والده بسبب الممارسات يمكن اللي كان يقوم فيها، اللي كلها كانت خاطئة نوعا ما بحق هاي العائلة. قطع كمان يعني في محل بالتاريخ بيقول إنه هو عائلته قررت تغير محلها بسبب الحروب اللي كانت عم تصير، سنة الحرب العالمية الأولى اللي صارت بوقتها، وكمان هذا الشيء أثر عليه إنه ما كانش عنده كتير أصحاب حواليه، فكمان سببت له نوع من العزلة اللي خلته هالقد سوداوي. هي كمان بحد ذاتها إضافة سوداوي. يعني لحديثه بالضبط، هي بحد ذاتها سوداويته كانت تخلي الناس تنفر منه، كانوا نوع يعني بشكل أو بآخر يحسوه مريض نفسي، دائما يضلوا لحاله. حتى بعد ما انتشرت رسائله مع ميلينا، الناس اللي قرأت الرسائل اكتشفت جانب من كافكا ما حدا كان متوقعه، اللي هو يمكن الجانب الرومانسي، الجانب اللي بيهتم بتفاصيل شخص ثاني. أنا على السؤال كنت بسألك، يعني كنت قلت ليش طاقة الكتاب هي نفسها، هل طاقة سلبية أو حسيت إنك أنت أخذتي السوداوية من عند الكتاب، ولا حسيتي بالجانب الآخر اللي تكلمت عنه؟ ما فيك مهند ما توصلك هاي السوداوية، لأنه عم قلك توصل لمرحلة بتحسه رح يخلص الرسالة ويقوم ينتحر. أنا الصراحة ما قدرت كمل الكتاب، ما قدرت كمله لسببين، أول شيء سوداوي جدا، وتاني شيء تفاصيل دقيقة كتير. كان دايما يحب يشارك ميلينا بتفاصيل يومه بأدق التفاصيل، وكان دايما يتابع معها حتى مشاكلها، يعني ما ينسى بكل رسالة يسألها شو صار بينك وبين زوجك بالمشكلة كذا، شو صار بينك وبين فلان الفلاني. فكان في كتير كم هائل من التفاصيل، يمكن تستمتع ببعض الاقتباسات، بتحس قديش هذا الحب راقي وحلو، بس بنفس الوقت بتحس انه لا مليت. تعرفي انت مش اول شخص ما بيكمل الكتاب له، نفس الشيء عم كنت قريت له شيء، عم اقول لك انت بيوعى بيلاقي حاله صرصور وبيعيش حاله انه هو صرصور بالبيت. فكمان توصل لمرحله بالقصه ما بقى فيك تكفيها لانه نكد. هلا انا عندي بس استفسار لنوار، الكتاب هو عباره عن رسائل ولا هي روايه فيها قصه وحبكه من ضمنها او خلينا نقول بتتضمن هاي الرسائل الى ميلا؟ لا يا ريت لو كانت روايه كنت حسيت شوي بتشويق، هي بس رسائل ورسائل كافكا بس، يعني هذول ولا رسائل كتب... حكاية موجوده؟ لا رسائلها مفقوده، هو كتب تقريبا 149 رساله، هذول بس رسائل كافكا. فانا يمكن حاطه خطوط على بعض الاشياء اللي فعلا معبره حسيتها لمستني في قصص. انا سيء بالعربي.
إلى الآن لم أتلقى منك أي رسالة بخصوص ما قاله لك الطبيب. أنت امرأة سلحفائية، كاتبة سيئة للرسائل. أنت امرأة ملعونة، أنت امرأة رائعة. أنت حسناً، وماذا الآن؟ لا شيء، ما زلت أتوق إلى اليوم الذي أضع فيه رأسي على كتفك. يعني هو بنفس الوقت يمكن عم بيقول لها انه انت سيئه جدا بكتابه الرسائل، بس انا بنفس الوقت بحبك كثير. يمكن ما كانت عم بترد عليه بوقته مثلا او شيء. اغلب هدول الكتاب اذا بتلاحظ كانوا عم بيعانوا من يمكن حب من طرف واحد بس بطريقه عميقه اكثر. يعني حتى شفنا هذا الشيء مع غسان كنفاني وغادة السمان، كمان كان يعاني من الرد البارد جدا من غادة، ومن انها هي ما كانت متحمسه كثير انه 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 ترد له. ويمكن هذا الشعور بالتحديد هو اللي كان عم بحفزه دائما يكتب بألم، يكتب بنوع من انواع القهر والفقدان، يحس بفقدان قريب لهذا الشخص. هي لو ردت عليه مش هيعمل الكتاب كان مظبوط. لو كانت ردت اكيد ما راح يكتب بهذا العدد الهائل من الرسائل. ميلينا ردت بس مش رد يومي، يعني بتعرفي اللي هو مثلا يبعث لك رساله انه انا استنيت رسالتك تردي علي بس ما رديتي علي. بس بنفس الوقت ميلينا من المحبوبات الوفيات كانوا لكافكا، كانت تهتم فيه، بس كان عندها ضغوط كتير بالحياه. هي كمان كانت كاتبه فكان عندها اكثر من اهتمام بحياتها، وبسبب كمان انه كل واحد منهم عايش ببلد ومجوزه كان عندها اولاد ولا لا؟ ما بعرف صراحة، ما انذكرت، ما انذكر هذا عشان عرف الجريمة كيف صارت. لا ما صار في جريمة، ما انذكر هذا التفصيل، أو يمكن ذكر وأنا نسياني، لأنه كل التركيز كان على زوج ميلينا وعليها هي شخصية. بصراحة نوار شوقتيني، وبتعرفيني أنا كتير بغير من الكتب اللي بتجيبها نوار، فرح أخده منك أروح أبلش أقرأ فيه.